كب كيك بحشوه الشوكولاته. طيب علشان نعمل الوصفه بتاعتنا دي عايزين كوبايه ونص دقيق، 150 جرام من الزبده، خلينا نحطها هنا عشان نبتدي نخفقهم مع بعض، 1.5 كوب سكر، وعايزين 2 بيضة فانيليا، 1.5 معلقة صغيرة بيكنج صودا، 1/2 كوباية كاكاو، كوباية مية، والحشوة عايزين شوكولاتة قابلة للدهن. يعني وصفة سهلة خالص بس الأطفال هيحبوها جدا. هنا حطينا الزبدة والسكر، نخفقهم شوية، وهنبتدي دلوقتي نحط البيض اللي عندنا. بيضة بيضة، وادي البيضة الثانية. عندنا هنا الدقيق، والكاكاو، والمعلقة ونص بيكنج صودا، وعندنا كوباية مية كمان. نبتدي بقى ننزل الخليط ده شوية شوية، الخليط بتاعنا على مرتين مثلا، ونجيب المية ده عندنا الطبق ده دايما عيار كوباية، فبنحط منه شوية شوية من هنا وشوية من الخليط الدقيق. نكمل بقى خليط الدقيق كله وبقية المية. احنا كده عندنا الخليط بتاعنا جهز. هناخد دلوقتي الخليط بتاع الكب كيك بتاعنا وهنحطه في صينية الكب كيك اللي عندي دي، وبتقدروا تحطوا ورق، لو مش عايزين تحطوا ورق بتقدروا ما تحطوش ورق، بس ادهنوا الاكواب دي من هنا بشويه زبده ودقيق، دخلوها الفرن على درجه حراره 180، بتقعد تقريبا من 12 ل 15 دقيقه فقط على درجه حراره 180، وبتبقى الكيكات بتاعتنا خلصت. زي ما قلنا درجه حراره 180 من 12 ل 15 دقيقه. تقدروا تحطوا ورق كب كيك وبتقدروا تحطوا مباشرة هنا، بس زي ما قلنا ادهنوها. الكب كيك بتاعنا بعد ما بيطلع من الفرن ده بيكون شكله. هنعمل بقى فيه ايه دلوقتي؟ عندنا حاجة من الاتنين، لو عندنا بتاعة التفاح دي ممتاز، لو ما عندناش بالسكينة. هنعمل واحدة كده وواحدة كده. بتاعة التفاح هنعمل ايه؟ هنجيب الكب كيك كده زي ما انتم شايفين، وهنحط بتاعة التفاح في النص، وهنضغط كده وهنطلعها، هي بتطلع زي ما انتوا شايفين وبتعمل لي تجويف كده. التجويف ده هو اللي انا هحشي بيه الكب كيك بتاعي بالحشوه اللي انا عايزاها، واللي انا النهارده اخترتها الشوكولاته اللي بتبقى في البرطمانات. ما عندناش، بنجيب سكينه وبنعمل زي ما انتوا شايفين كده زي دائره كده، وبنطلع القلب بالشكل ده برضو، وبنحط الشوكولاتة هنا وبنرجع نقفل عليها تاني. هنقطع بس دلوقتي، حطيناها احنا في كيس الحلواني، وهنحشي الكب كيكات بتاعتنا ونغطيها. خلينا نجيب احنا السكر البودرة ونعمله مع بعض بس. وعايزين بقى تحطوا على الوش فراولة، تحطوا اي حاجة بتبقى برضو حلوة.